هذه التجربه نبغي كاع اي فنان انه يرضيها البال. كان مشكل الاعمال ديالي عمل مغربي معاف صوتي خدا واحد فنان جزائري بالصوت ديالي وبالموسيقى ديالي حيت غير تصور روحي الاسم ونسبوا ليه، ماشي غنى الاغنيه عاودها وغنى ما كاين حتى مشكل، ولكن باش تاخذ الصوت ديالي وموسيقتي وتحطها وتقول ديال انا فيك الاشكال. بعد واحد الحرب كبيره لان الشركه الفرنسيه اللي كانت مقابله وانا بوحدي، انا واحد الصديق ديالي حمزه الفيلالي هو اللي كان معايا، هو حمزه مكرب الفيلالي هو اللي كان معايا، هو اللي وقف معايا، هو اللي خدينا الحرب بوحدنا بعد ما درنا بزاف الاتصالات جبنا الوثائق الاصليه ديال لي كونطرا ديال الاستوديو ديال هادي، عاد رجعنا الحق ديالنا والحمد لله ارتحينا. وهذاك الفنان تسد القناه ديالو تحيدوا بزاف الاعمال كيناسبهم اللي تاهم غيري انا الحمد لله. كنتمنى وزاره الثقافه تعطي قيمه للفن ديالنا وتحمي الفنان ديالنا وتحمي التراث ديالنا لانه الناس ولات تطاول عليه بزاف. احنا تربينا على هذا التراث وهذا الفن اللي خلاو لنا العمالقه ديالنا والجيل الذهبي للتراث اللي تعلمنا منه، وكنحاولوا نوصلوا لهذا الجيل هذا، وهذا التراث ديالنا مازال يخدم الجيل القدام ان شاء الله لان اعمال وازنه ومغربيه قحه. بالنسبه للدعم انا من الناس اللي دفعت الدعم وما خديتوش بهذه السنه اللي دازت وما تكلمتش ما علقتش ولا تعليق لانه ما اش غتقول. اعمال في المستوى قدمت اربعه الاعمال لا كلمات ولا الحان في المستوى الحمد لله، وما يمكنش نقدم شي حاجه اللي ما تكونش في المستوى ديالي. كنتمنى ان شاء الله الناس ديال الدعم ما يبقاش يختاروا نفس الاسماء، يشوفوا ناس اخرين انه في حقره ملينا. وبالنسبه لي انا كفنان اول مره كندفع الدعم وما كناخذوش وما كنتكلمش لان ما عقلت على راسي وانا كندعم نفسي وانا اللي كنتج وانا اللي كنخلص الموسيقي عيش كنعرف القيمه ديال الموسيقي وما نقولش ندوزو ديال الاعمال ديالي ولا هادي. انا نقدم عاوتاني لا تحتي فرصه نقدم ولا كان في المستوى ويستاهل وعطوني الدعم مرحبا، ما كانش يستاهل غنتجو بوحدي ان شاء الله. المنتخب انا جيد متفائل به رغم ان بزاف الناس ما متفائلينش بحكم هادشي اللي داز قبل وهادي، ولكن انا الحمد لله ارتحيت للعروض اللي قدموا في الماتش الاول والماتش الثاني. ما نقولوش واو ولكن كاينه لا جرينتا كما كنقولوا، كاينه الروح الوطنيه، انسان لاعب على البلاد كتحس به لاعب على البلاد، هادشي كنا كنفتقدوه بزاف. نتمنى ان شاء الله ماتش باغ ماتش نلعبوه ونربحوه وغادي نمشيو بعيدين ان شاء الله.